الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة فيشغراد. وزارة الداخلية تكشف حقيقة سقوط سيارة مايكروباص من أعلى كوبري الساحل. والقوات الجوية تحتفل بعيدها 89 وتنفذ عددا من العروض الجوية في سماء مصر. موجز لأهم الأنباء من قناة النهار، أحييكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى أرض الوطن، وذلك بعد المشاركة في قمة دول تجمع فيشغراد مع مصر التي عقدت في بودابست. المزيد في سياق هذا التقرير. في ختام زيارة سيادته للعاصمة المجرية بودابست وعقب مشاركته في مؤتمر مصر ودول الفيشغراد، وفي إطار العلاقة الثنائية مع دولة المجر، أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، الذي رحب بالسيد الرئيس معربا عن سعادته بعلاقات التعاون بين القاهرة وبودابست وسبل دفعها خلال المرحلة المقبلة. حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة للوفدين. وعقب المباحثات عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء المجري كشفت وزارة الداخلية اليوم حقيقة سقوط سيارة مايكروباص من أعلى كوبري الساحل، وأكدت جهود البحث والتحري عدم سقوط أي سيارة من أعلى الكوبري. وأوضح المصدر الأمني أنه بتكثيف جهود البحث تبين أن سور الكوبري سبق واصطدمت به سيارة نقل، مما أدى إلى تصدعه. وفي وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات التوك توك بذات الجزء من السور، مما أدى إلى سقوطه لضعفه. كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب المركبة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة التوك توك من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها. نفذت القوات الجوية عددا من العروض الجوية في سماء مصر، وذلك في إطار احتفالها بالعيد 89 لإنشائها. المزيد في سياق هذا التقرير. لإقلاعهم وهجوا البروق الخاطفة، ولتحقيقهم صدى صوت العصر.
لزئير طائراتهم قوة الرعد وبضرباتهم الموجعة وقع الزلزلة. إن لمحتهم تراهم نسوراً تدور في فلك البطولة والفداء، وإن واجهتهم وجدتهم وحوشاً تحلق في مدارات السماء إلى العلا ينبوه. وحين ينقضون لا مفر ولا مهرب، إنهم وبحق نسور القوات الجوية المصرية. في إطار احتفال القوات الجوية بعيدها 89 على إنشائها، نفذت عددا من العروض الجوية في سماء مصر، والتي عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقي الذي يتمتع به نسور الجو، حيث أكد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث المستمر، وذلك وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. وهنأ الفريق محمد عباس حلمي رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، والذي يوافق ذكرى يوم 14 من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية. وكانت حرب أكتوبر المجيدة التي قدم فيها شعب مصر العظيم عطاء وتضحيات تتحدى كل خيال، وضرب فيها رجال القوات الجوية أروع الأمثلة في تحدي وإصرار على تغيير الواقع، فكان لها الدور البارز في المرحلة الافتتاحية لحرب أكتوبر، واستمرت أعمار قتال القوات الجوية حتى انتهاء الحرب، ففي يوم 14 من شهر أكتوبر حين دارت أطول المعارك الجوية في التاريخ الحديث باشتراك أعداد كبيرة من طائرات الجانبين، وليكون هذا اليوم الخالد عيدا للقوات الجوية المصرية وحتى يومنا هذا. وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة، وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات. كما حرصت القوات الجوية على أن تتم أعمال التحديث والتطوير للبنية التحتية والتجهيزات الهندسية للقواعد الجوية والمطارات والوحدات الفنية والإدارية، ولتكون متوائمة مع ما تم تطويره في المعدات في ظل منظومة متكاملة للتأمين. وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث قدراتها، خاصة فيما يتعلق بنظم وأساليب القتال الجوي، وأن القوات الجوية تعمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف. وليصبح بفضل من الله لجيش مصر قوات جوية أبية تعمل على مدار الساعة وفي كل الظروف، قادرة على الوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات والتهديدات، ومجابهة كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة المصرية. مجدداً العهد للشعب المصري العظيم ولقيادتنا السياسية والعسكرية. ونجدد عهدنا لشعب مصر العظيم ولقيادتنا السياسية والعسكرية بأن تظل قواتكم الجوية على هبة الاستعداد على مدار الساعة لتنفيذ المهام بكفاءة ودقة، ولنكون بحق جندا من جند مصر الذين هم خير أجناد الأرض. مؤكدا أن رجال القوات الجوية سيظلون مقتدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من شهدائنا الأبرار، كما أننا لم ولن ننسى رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقضوا نحبهم شهداء عند ربهم يرزقون، الذين قدموا أغلى ما لديهم في سبيل الله لتحيا مصر بإذن الله آمنة مستقرة بعزة وإباء أبد الدهر، محافظين على أعلى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ مهامهم التي تسند إليهم بكفاءة واقتدار لتصون وتحمي مقدرات الوطن. ختام الموجز، في أمان الله.